أهلا وسهلا بكم أصدقائي. اليوم أريد التحدث عن طريقة جديدة للاحتيال، للأسف يقوم بها عدد كبير من الأشخاص، ولاحظتها بشكل متكرر، لهذا قررت أن أقوم بعمل هذا الفيديو لكي أوصل لكم الفكرة التي يقوم بها المحتالون بسرقة البطاقات الائتمانية الخاصة بالمشترين. اليوم تحديدا قد ظهر لي إعلان لملابس بولو المشهورة، ووجدت أن الإعلان فيه شيء مغري صراحة، الأسعار فيها خصومات كبيرة، فدخلت للصفحة الخاصة بالإعلان لأجد هذه الصفحة التي أمامي الآن بها 19 معجب فقط، والصفحة أنشئت قبل 24 ساعة فقط. الغريب بالأمر أن هذه الصفحة هي صفحة تقريبا تدعي أنها في السويد، أو هذه الشركة تدعي أنها في السويد، ولا يوجد أي معلومة عن هذه الصفحة سوى أمر واحد، وهو الموقع الذي سنتحدث عنه بعد قليل. هناك معلومة أريد أن أوصلها للجميع: أي إعلان يظهر على الفيسبوك هذا لا يعني أن الفيسبوك قد تابع أو حتى تأكد من مصداقية هذا التاجر أو هذه الشركة التي تقوم بالإعلان. ببساطة شديدة يمكن أنت كفرد أن تقوم بإنشاء صفحة وأن تقوم بالإعلان عن أي شيء تريده من خلال الفيسبوك دون أن يكون هناك أي مشكلة، وبالتالي إمكانية أن يتم الاحتيال عليك من خلال الفيسبوك هي كبيرة جدا، وهذا الأمر يطبق على عدد كبير من الشبكات الاجتماعية، لأن أحدا منها لا يطلب أي معلومة إضافية بخصوص أن كنت شركة حقيقية أو لا، لأن هناك العديد من الدول التي تسمح بالعمل بشكل شخصي، أي فريلانسر، فذلك يعني أن بإمكانك أن تقوم ببيع ما تريد بأي طريقة تريد، حتى أن الفيسبوك يتيح لك إمكانية عمل متجر إلكتروني من خلال مواقع ثانوية تابعة له. الآن لنعود لموقعنا أو للإعلان. لاحظوا هنا كما أسلفت لكم، هذا هو الموقع. حالما دخلت للموقع وجدت فعلا أن هناك عروض مميزة جدا، كما تلاحظون الأسعار هي طبيعيا 1459 وأصبح المبلغ 185. الأسعار صراحة لا يمكن لأي شخص أن ينظر لهذه الأسعار إلا ويشعر بأن المبالغ هي حسومات ضخمة جدا. ولكي يزيد الأمر تعقيدا أو إغراء إن صح التعبير، فهم يخبرونك أن هناك 70% تنزيلات، إضافة إلى أن هذه التنزيلات هي فقط لثلاث أيام، وذلك بسبب المناسبة الكبيرة التي تخص هذا الموقع، أنه أصبح له فترة طويلة أونلاين، هذا ما كان يتضمن الإعلان. إضافة لذلك يخبرونك أنه في حال قمت بالشراء بمبلغ يتجاوز 400 كرون فهذا يعني أنك ستحصل على توصيل مجاني، هذا يعني أن أي شخص سيشعر بأنه عليه أن يشتري بقيمة 400 كرون ليكسب منها إمكانية توصيل المجاني. طبعا أنا هنا لا أتحدث فقط عن هذا الموقع أو لا أتحدث عن منطقة معينة كالسويد أو غيرها، أنا أتحدث بشكل عام عن أي متجر إلكتروني قد يصادفكم وترغبون بالشراء منه. ماذا يجب أن تعتمدوا؟ ما النقاط الأساسية التي عليكم الانتباه لها؟ الآن ببساطة شديدة، النقطة الأولى كانت صفحة الفيسبوك مشكوك بأمرها ولا نرى فيها أي مصداقية، حتى الصور بدقة سيئة. ننتقل للأمر الآخر، عرض مدته فقط 3 أيام، وهذه 3 أيام هي أيام عطل بمعظم الدول الأوروبية. إضافة لذلك الأسعار مبالغ بها جدا، لا يمكن أن يكون تخفيضات بهذا الشكل. على كل الأحوال دعونا نتابع. لنفترض بداية هم سيطلبون منك إنشاء حساب لديهم وأنت ستنشئ الحساب. ننتقل للمرحلة الثانية، على سبيل المثال أنت أعجبك عدد من التيشيرتس، فلنفترض أني أرغب بهذه التيشيرت. الأمر الآخر الذي وقعوا به هو أن لم يضيفوا سوى صورة منتج واحد، هذا يعني أنهم لم يدخلوا بتفاصيل المنتجات وإضافة معلومات حتى عنها، حتى الديسكريبشن لا يوجد بها أي ديسكريبشن، ما المقاسات، ما طول المقاسات، لأنه عادة يضعون أن اللارج مقاسه كذا وكذا.
لا أريد الإطالة عليكم، ولنفترض أني أرغب بشراء هذا المنتج، أصبح عدد من المنتجات أرغب بشرائها. سأنطلق إلى الكاسة، سيسألني عن العنوان، ومن ثم سأضغط على تتمة. لاحظوا هنا، جئنا للصفحة الأساسية التي يهمنا جدا أن ننتبه لها، هنا مربط الفرس كما يقولون. أنا الآن هنا في صفحة الدفع، يطلبون مني أن أضع رقم الفيزا، ويطلبون أن أضع رقم CVV أو CSC الذي هو الرقم الثلاثي خلف بطاقة الائتمان. أنا في حال قمت بهذا فعلا ووضعت هذه البيانات الآن، فإن هذه البيانات بشكل أوتوماتيكي بمجرد أن أضغط على Next أو أي عبارة أخرى قد تظهر لكم، هذا يعني أن المعلومات الموجودة هنا ستنتقل لهم بشكل مباشر. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنهم سيقومون بسرقة معلومات حسابك أو معلومات بطاقتك الائتمانية ليقوموا بالشراء بها. طيب، كيف عرفت أن هذه الصفحة صفحة مزورة أو صفحة ليست لموقع حقيقي؟ الأمر بسيط للغاية. سأطلعكم على مجموعة أمور يجب الانتباه لها، وهذه الأمور هي على الشكل التالي: أي موقع ترغبون بالشراء منه مهما كان هذا الموقع، ويطلب منكم أن تضعوا بطاقة الائتمان أو أي معلومات خاصة تشعرون أنها ممكن أن تكون معلومات سرية ولا يجب أن يطلع عليها أي أحد، يجب الانتباه لمجموعة أمور. النقطة المضحكة بالموضوع هنا أنه قام بوضع شعارات الشركات، شركات حماية الصفحات عند الدفع. هذه هي الشركات، وهذه الشركات جميعا لا يمكن أن تشترك بها، بإمكانك الاشتراك بصفحة واحدة، بشركة واحدة على الأقل، لأنك ستأخذ منها ما نسميه بالسيرتيفيكيت، سيرتيفيكيتس، وهي التي تسمح لك بأن يكون عنوان موقعك بهذا الشكل. دعوني أكتبه هنا لأوضح لكم. دائما الصفحات المحمية ستكون بهذا الشكل حصرا. على سبيل المثال، ولنفترض أن هذا هو موقعي، إن كان على هذا الشكل فهذا يعني أن أي معلومة ستدخلها ضمن هذه الصفحة هي معلومة مشفرة، لا يمكن لأي أحد حتى صاحب الموقع أن يراها. أما إن كان الموقع بهذا الشكل فهذا يعني أن أي معلومة ستقوم بكتابتها ضمن هذه الصفحة، هذا يعني أن صاحب الموقع سيكون بإمكانه معرفة ما كتبت، وبالتالي أن أي معلومة خاصة ببطاقتك الائتمانية يمكن أن يحصل عليها هذا الموقع. الآن نأتي إلى هذا الموقع. هذا الموقع لو أخذنا كوبي وحاولنا لصقه هنا، لاحظوا أن الموقع ليس محمي، وبالتالي جميع هذه الشعارات المذكورة هنا هي شعارات وهمية ليس للموقع أي علاقة بها، ولا هو لم يقم بالاشتراك بأي واحدة من هذه المواقع الحماية التي تحمي معلوماتك وخصوصيتك. وبالتالي أن هذا الموقع يطلب منك وضع بطاقتك الائتمانية ودون أن يكون مشفرة، ودون أن تكون مشفرة، بمجرد أن تقوم بكتابتها سيكون بإمكاني أخذ هذه المعلومات والشراء من الإنترنت ما يريد، وأنت لن تشعر بهذا الأمر إلا بعد أن تكون قد خسرت جميع أموالك، وهذه نقطة جدا مهمة. النقطة الثانية وهي أن لاحظوا في هذا الموقع، لو جربت الدخول إلى صفحة المعلومات الخاصة بهم، بمجرد أن أدخل سأجد الكثير من المعلومات، ولكن ولو واحدة منها لها علاقة بمكان الشركة أو حتى أين هي هذه الشركة. حتى وإن كان قد كتب عنوان الشركة، فببساطة شديدة يمكن أن يكون قد نسخها من شركة ما موجودة في مكان آخر. لذا يا أصدقائي، كرما لا أمرا، دائما دائما عند محاولتكم للشراء من الإنترنت تأكدوا من الموقع، تأكدوا جدا من الموقع، لأن ببساطة شديدة هذا الموقع يمكن أن يتم بناؤه خلال يوم أو يومين ببساطة شديدة، ويمكن أن يتم الاحتفاظ بهذه الداتا لديهم، ولاحقا عندما يكشف أمر هذا الموقع يمكنهم ببساطة شديدة حجز موقع آخر ورفع هذه الداتا نفسها عليهم مجددا والاحتيال على أشخاص جدد. لذا رجاء رجاء كونوا حريصين على معلوماتكم السرية، لا تنشروها في أي مكان، لا
تستخدموها إلا في مواقع واضح أنها مواقع محمية. دعوني أوضح لكم شكل من أشكال حماية الصفحات. لاحظوا هنا جوجل دائما هو يستخدم خاصية الـ SSL، وهي حفظ معلومات الأشخاص الذين يدخلون له. كما تلاحظون هنا هذه الإشارة الخضراء، هذه الإشارة الخضراء تؤكد بأن هذا الموقع هو موقع يحمي خصوصية مستخدمي. وبالتالي أنا لأتعرف على تفاصيل أكثر يمكنه ببساطة شديدة لو ضغطت هنا على مفتاح القفل، أنا أضغط على details ليعطيني ملاحظة بأن هذا الموقع وشهادة الحماية الخاصة به يعملان، لأن لونها أخضر. أما لو كان لونها أحمر فهذا يعني أنها غير صالحة. وبالتالي عندما يعطيني the page this page is secure، فهذا يعني أن هذه الصفحة 100% محمية ولا يوجد بها أي مشاكل. لذا يجب الانتباه لأن يكون هذا الرمز موجود HTTPS باللون الأخضر حصرا، ومن ثم للتأكد أكثر يمكن الضغط على هذه الإشارة ومن ثم details لمعرفة إذا كان لونها أخضر 100% أو أنها باللون الأحمر، وهذا يعني أنه يجب أن لا نستخدمها إن كانت باللون الأحمر أو ندخل أي معلومات بها. أعتذر جدا على الإطالة. يمكنكم دوما معرفة كل جديد أقوم بنشره على الشبكة الإلكترونية من خلال موقع الإلكتروني وهو www.mazen.in، من خلال موقع أنشر جميع ما أقوم به من معلومات ومن نصائح. لذا أتمنى متابعتي عبر الشبكات الاجتماعية أيضا وهي متوفرة بنهاية الموقع. شكرا لتواصلكم وشكرا لمتابعتكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة. كان معكم مازن غوكا خبير التسويق الإلكتروني والشبكات الاجتماعية. تحية طيبة لكم وإلى اللقاء.